الشيء الثالث الذي يحسن لك جنازتك هو أن تجعل دعائك للميت مستجابا في صلاة الجنازة، وهذا يكون بأمرين. أولا حسن اختيار الكلمات في الدعاء بلا تكلف ولا تطويل بالألفاظ، يعني أفضل شيء أن تختار نفس الكلمات التي اختارها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فبإجماع العلماء أفضل الدعاء هو الدعاء الذي قاله النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. طبعا يجوز الدعاء بدعاء من عندك إذا كان ذلك صحيحا، ولكنه سيكون أقل رتبة. فعن عوف بن مالك قال: صلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم على جنازة فحفظت من دعائه وهو يقول: اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه وأكرم نزله ووسع مدخله واغسله بالماء والثلج والبرد ونقه من الخطايا كما نقيت الثوب الأبيض من الدنس، وأبدله دارا خيرا من داره وأهلا خيرا من أهله وزوجا خيرا من زوجه وأدخله الجنة وأعذه من عذاب القبر ومن عذاب النار. قال عوف: حتى تمنيت أن أكون أنا ذلك الميت. الله أكبر. الأدعية الميت الواردة عن النبي عليه الصلاة والسلام في صلاة الجنازة أربعة. الأول هو الذي ذكرناه الآن، الثاني هو: اللهم عبدك وابن أمتك احتاج إلى رحمتك وأنت غني عن عذابه، إن كان محسنا فزد في حسناته وإن كان مسيئا فتجاوز عنه. والدعاء الثالث هو: اللهم إن فلان بن فلان في ذمتك وحبل جوارك، فقه فتنة القبر وعذاب النار، وأنت أهل الوفاء والحق، فاغفر له وارحمه إنك أنت الغفور الرحيم. ويوجد دعاء جامع للحي والميت ورد عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهو: اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثانا، اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام، ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان، اللهم لا تحرمنا أجره ولا تضلنا بعده. أخي الكريم، أختي الكريمة، احفظوا من هذه الأدعية ما شئتم، ولو أردت أن تدعو دعاء من عندك فلا بأس، ولكن أهم شيء، أهم شيء ألا تسرح أثناء الدعاء. وهذا هو الأمر الثاني الذي يجعل دعائك مستجابا، ألا يشغل ذهنك ولا تفكر في الدنيا أو في أي شيء آخر غير الدعاء، لأن دعائك الذي لم تركز فيه لن يستجاب لك، وسيكون الميت أكبر الخاسرين في تلك الحال. هذا ليس من عندي، هذا هو بالضبط نص كلام النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عندما قال: واعلموا أن الله لا يستجيب دعاء من قلب غافل ناهن. والحديث صحيح. إني لأرجو إذا كنت مخلصا مستحضرا قلبك أثناء الدعاء للميت أن الله سيوقظ قلوب المصلين عليك يوم الجنازة بعد عمر صالح مديد إن شاء الله تعالى.